السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بإذن الله في هذا الفيديو سوف أعرض لكم طريقة اختبار لمادة المهارات الحياتية للصف السادس. طبعا في البداية يعطوهم مثلا عدد خطوات المذاكرة الجيدة، ما هي الطريقة المتبعة في تلخيص الموضوع عند المذاكرة، عندنا ما هي الوسائل التي يمكن من خلالها التوعية لحسن استخدام المرافق العامة بالطريقة الجيدة، وسائل التوعية المكتوبة مثل وسائل التوعية غير المكتوبة مثل. عندنا هذا نموذج اختبار الأول، عندنا أيضا كذلك نموذج اختبار ثاني. في السؤال الأول اختر رمز الإجابة الصحيحة من بين البدائل المعطاة. سؤال الأول، إعادة الطالب كتابة المعلومات الهامة بطريقة مختصرة ومنظمة تعرف بالقراءة المسحية، القراءة بالفهم، التلخيص أم الحفظ. أثناء الجلسة أو أثناء المذاكرة لابد من مراعاة ماذا؟ الجلسة الصحيحة أو المشي الصحيح أو الوقوف الصحيح أو الجري الصحيح. عندنا في السؤال الثالث، تجزئة المعلومات الطويلة إلى أجزاء يسهل حفظها وتذكرها، تعرف بالتكرار أو ربط الكلمات أو تكوين صورة ذهنية أو تقسيم. كذلك في السؤال الثاني، أكمل العبارات التالية بما يناسبها. أول شيء، نشاط مخطط موجه يمارسه الطلاب أو الطالب لاستذكار دروسه يعرف به. السؤال الثاني، تجنب قراءة كتاب واحد لعدة ساعات متتالية لأن ذلك يسبب ماذا؟ أيضا من مواصفات المكان الملائم للمذاكرة أن يكون ماذا وماذا؟ كذلك في السؤال الثالث، أجب على الأسئلة التالية، ما أهمية التسميع؟ علل تجنب المذاكرة إلى ساعات متأخرة من الليل؟ حول المعلومات التالية إلى دائرة بيانية تغطي الماء 71% من الكرة الأرضية في حين يغطي اليابسة 29% منها. طبعا هنا انتهت الأسئلة في الاختبار الثاني. أعطيكم أيضا نموذج اختبار آخر، هنا اختر الرمز الصحيح من بين البدائل المعطاة. قراءة الموضوع بهدف تكوين فكرة عامة عنه تعرف به، قراءة المسحية والفهم والتلخيص والحفظ. من شروط الواجب توفيرها عند إعداد جدول المذاكرة طبعا الموارد بالمواد السهلة، البدء بالمذاكرة المتأخرة، كذلك الشدة والواقعية. سؤال الثالث، إعادة النص أو المعلومات المراد حفظها أكثر من مرة طبعا يسمى التكرار، ربط الكلمات، تكوين صورة ذهنية أو التقسيم. سؤال الثاني، أكمل العبارات التالية بما يناسبها. آخر خطوة في عملية المذاكرة الجيدة يعرف به، تجنب القراءة الجهرية بقدر الإمكان لأنها تسبب. طبعا الحفظ تنقسم إلى طريقتين. كذلك عندنا في السؤال الثالث، أجب على الأسئلة التالية، ما أهمية المذاكرة؟ علل عدم تأخير المذاكرة ليوم الغد. كذلك حول المعلومات التالية إلى مخطط. تنقسم علامات الساعة إلى قسمين، صغرى وكبرى، وهذه بعض علامات الصغرى، شرب الخمر، انتشار الزنا. أما علامات الساعة الكبرى فهي ظهور الدجال وخروج الدابة. وهنا انتهت الأسئلة، وأتمنى أن أشر هذا الفيديو لطلاب الصف السادس لتعم الفائدة وكذلك الاشتراك في القناة. وشكرا لكم على حسن الاستماع، وانتظرونا بإذن الله في الفيديوهات القادمة.